رح نتابع فقراتنا من خلال حديث عن جد ممكن يفيدنا نعطي فيه توعية. الحملة الوطنية للتوعية لفيروس الإباتيت، مين وكيف وليش؟ أكيد التفاصيل مع روى. أكيد الإبرة مستعملة، أكيد ملوثة، ملوثة. شكله مهضوم. معقول تكون حاملة شي فيروس؟ معقول يكون حامل شي فيروس؟ رح أعمل تاتو، بدي أعمل تاتو، بس ما شفته غير الإبرة. لحظة لحظة، في أغلاط بنعملها بالحياة يمكن تخلص على الكبد، مثل الحقن الملوثة أو الوشم بقبر مش نظيفة أو اللقاء الجنسي بلا حماية. من كل بد احمي الكبد. صباح الخير عن جديد. صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. من كل بد احمي الكبد هي الحملة الوطنية اللي اطلقتها وزارة الصحة مؤخرا للتوعية عن حماية الكبد من فيروس الهيباتيتس بانواعه. ضيف اليوم دكتور سيسيليو عزار، مختص بامراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير. صباح الخير دكتور سيسيليو. سؤالي الاول، هي اول مره بصير في حمله وطنيه بالنسبه لموضوع الهيباتيتس بالتحديد، ليه؟ هل المشكله عندنا كبيره بلبنان؟ ليك، مثل الهيباتيتس مثل اي مرض عنده عبء على المجتمع، وممكن بطريقه الوقايه نتفادى او نخفف من نسبه الكومبليكيشنز او العوارض المضاعفات تبعه. لازم ينعمل مثل ما بينعمل حمله على البريست كانسر او سرطان الثدي، مثل ما بنعمل الكولون كانسر. مثل ما السنة الماضية عملنا حملة ضد الكولون كانسر أو سرطان الكولون، هو ذاته الهيباتيتس لازم ينعمل حملة لها تالناس تكون عندها فكرة شو يعني هيباتيتس، شو مضاعفاتها والطرق اللي بتنتقل، وإذا انتقلت كيف لازم تتعالج وكيف المتابعه لازم. نحن بدنا نذكر على السريع انه في انواع من الفيروس. أكيد يعني في هيباتيتس اي وبي وسي ودي، كل الالفابت تقريبا اذا بدك. اوكي، الحمله مركزه على اي انواع؟ هي الاهم اثنين اللي هن ممكن يودوا او يؤدوا لتشمع كبد هن البي والسي. الاي شيء كثير بسيط، ما من كثير نعطي الهم، 99% من الامرار بيروح منه لوحده. بس البي هو بينتقل عن طريق مي الأكل. او اكل ملوث. اكزاكتلي exactly. بنسميه فيكو الاور روت، يعني عبر الفم. البي والسي اكيد هن في تشانسز السي اكثر انه يصير في شيء اسمه كرونيسيتي او يدلوا بالجسم ويصير في مضاعفات من وراء، يعني مزمن، يعني مزمن. ينصاب الشخص بالفيروس وبيضل وبيدلوا فتره حياته مزمنه. السي اكثر فتره حياته البي. يعني ممكن انه يعيش فيها إذا تعالج مزبوط. إذا تعالج مزبوط. إذا ما تعالج أكيد 10-15 سنة حسب الفيروس، حسب العمر وحسب كتير قصص نحن بنعتمد عليها، بتأدي لتشمع كبد وأكيد والمضاعفات تبع التشمع. نعم، هذا الهيباتيتس سي. البي والسي اثنيناتهم ممكن يؤدوا. نعم. أكيد السي أكثر. عندنا مجالات يكون في شيء اسمه كرونيسيتي أو شيء قصص مدمنة من وراء السي. نعم. البي أقل، لأنه البي ممكن واحد يتخلص منه إذا تعرض للهيباتيتس بي بالابر او بالسكشوال انترو بالمجامعه. هيباتيتس سي اكثر ممكن تؤدي للكرونيسيتي. اثنيناتهم بينتقلوا عن طريق دم ملوث، ما هيك؟ اكثر شيء الهيباتيتس سي، اكثر من 90% من الهيباتيتس سي بتنتقل عن الدم. يعني يا اخذ دم واحد بعد العمليه كان في هيباتيتس قبل 92، بس تنذكر ما كان حدا يفحص. يعني اذا ناخذ دم منك تنعطي دم لحدا، ما كانوا يفحصوا الدم للهيباتيتس بي وسي. سو مش هيك نسبه الهيباتيتس قبل 92 كان كثير اعلى. نعم. وهلا لانه صار مجبور كل ما واحد يعطي دم ينفحص الدم الشخص للهيباتيتس بي وسي والاتش اي في، اكيد خفت نسبه البريفالنس تبع الهيباتيتس بي ان سي، بس اكيد بعدها موجوده. مش هيك التوعيه هون اهم شيء. فاذا الدم يا اما نقل الدم يا اما ابر ملوثه. ابر ملوثه مثل التاتوز او الدراج ابيوزرز اللي بيتعاطوا بالابر، لانه بيقعدوا بيكونوا مجموعين وابره بتمرق على الكلى. كثير قليل هيباتيتس سي، كثير وبشد كثير قليل ينتقل بالسكشوال انتركورس او عبر المجامعه. هيباتيتس بي اكثر البي بي بنتقل اكثريه الامراض بالهيباتيتس اللي عندنا اياها بلبنان هي بنسميها فيرتيكال ترانسميشن، من الام للولد. مش هيك بنشوف بالعيال كذا واحد عنده هيباتيتس بي. وكثير بنشد على الجاينيكولوجيست انه الناس اللي عند الجينيكو او الحكيم النسائي، اذا المريضه عندها هيباتيتس بي اخر 3 اشهر او اخر ترايمستر لازم كثير يكون الفيروس واطي، لانه كل ما يكون الفيروس واطي الريسك انه تنتقل للجنين اكيد عند الولاده بصير اقل، كثير اقل. وبلس بس يولد الجنين بنعطي شغلتين، بنعطي الفاكسين اكيد صارت يونيفرسال هلا للهيباتيتس بي، ودغري بنعطي المضاد امينوغلوبولينز. فاذا في نسبه الفيروس قطعت بالبلاسنتا او بالدم
ينقضي عليها. نقدر نقضي عليها. أكيد. بما انه عم نحكي عن اللقاحات، الهيباتيتس بي عنده لقاح، الهيباتيتس سي ما عنده. بعد ما عنده. بعد ما عنده عم ينشغل عم بينعمل ابحاث عن الموضوع. اكيد الهيباتيتس بي صار مانداتري، يعني اجباري مثل اي طعم الزامي للولاد، اجباري الطعم وبلس لازم يطعموا. في ناس كمان واحد ما بينتبه له، ناس بتتعاملوا مع الدم مثل نحن الحكمة او النيرسز او حتى مسافر على افريكا في مناطق فيها كثير هيباتيتس بي لازم يطعموا مثل ما بيطعموا هيباتيتس اي او المنينجايتس او كل هالطعمه لازم يتاخذ هيباتيتس بي. هو بيتاخذ جرعه واحده بالحياه ولا هي عاده بتاخذ 3 دوزز هلا مثلا بعد شهر وبعد 3 شهور ل 6 شهور بيتاخذ الثالث طعم بيصير واحد اميونايزد يعني بنسميه او صار عنده مناعه. رح نشوف العالم قد ايه بيعرفوا عن هالموضوع وهل هن فعلا اخذوا لقاحات ال هيباتيتس بي وشو معلوماتهم عن هالشي. رح نشوف الفوكس بول. أنا ماني متعامي ضد الهيباتيت ولا صفيرة، إنه صفيرة يعني الهيباتيت، بس متعامي ولادي الأول بي الأول بي أول ما بيخلقوا بيعملوا لهم إياه بعد فترة مشان ما يصير معهم صفيرة. ما بعرف، انا ما بذكر اني عاملها. اكيد انا وصغير مطعمهم هول الطعومي كلياتهم اخذون، يعني ما في ولا طعم مش اخذوا. صفيرة للولاد بتجي بس هيك بعرف. صفيرة نحن وصغار مسوينا، ما نحن وكبار كمان الى طعم هن والكبار، ما عندي علم فيها، هذا شيء جديد علينا. هذا بس للنيو بورن بيعملوه بس، ولا ما بعرف، بس من زمان انا صغير بس ما بتذكر شو النوع تبعوله. هو في كذا نوع، في اي في بي في سي وفي دي كمان. على علم نوع واحد في كذا نوع، ما بعرف. حتى اذا بدك بعرف كيف بينتقلوا. اي بي وسي هون البيسكس، السي اخطر شيء، اي بي بعده منيح. أنا بعرف ممكن يروح أوقات الواحد يروح فيها كمان. يعني ممكن يتوفى الواحد من وراء. أنا طعمت أولادي كلهم ضد الصفيرة. نحن آخر النهار منعرف شو الأشياء اللي بتلقط منها، بس الأولاد المفروض لأنه بيتعرضوا لكتير أشياء بالنهار بالمدارس وين بالنوادي، يعني بتعرفي انت، فبفضل انه الاولاد يطعموا. بس بالنسبه لي انه في اشياء كثير بنخاف منها، بس خلاص قطعت، يعني شو بدنا نعمل. حبيت اللي قال بعرف كيف بتنتقل. شغله كثير مهمه نعرف كيف بينتقل الفيروس، لانه فعلا الامراض الجرثوميه انا بسميها السهل الممتنع، انه يعني سهل نحمي حالنا اذا كنا واعيين وعارفين، لكن اذا لحقنا ولقطنا الفيروس او البكتيريا او يعني اي نوع بارازايت فتنا بمتاهات طويله عريضه. بالنسبه للفاكسين، بس بدي اتاكد دكتور سيسيليو، اذا الولد عم نقول الطفل اول ما يخلق بيعطوه لقاح الهيباتيتس بي، طب بعدين يعني مستقبليا بس يكبر لازم يكون في جرعات تذكيريه؟ هلا الدفنت في شيء اسمه بوستر دوز، شيء مش نرجع نقوي الاميونيتي، بس في ناس معينه ممكن نعطيها البوستر، مثل الناس اللي بياخذوا كيموثيرابي اللي عندهم كانسر، الناس اللي بياخذوا اميونوسبريسنس بنسميهم، او الادويه اللي بتوطي المناعه لامراض غير، او حدا بيشتغل بالمجال الطبي وممكن يتعرض، بيشتغل بالبلد بانك بيتعاطوا مع الدم النيرسز، هدول البوبوليشن نحن لازم يتعطول يتاخذ البوسترز. نحن ذات الشيء الحكمة بنتعاطى مع المرضى او مع الدم او بنشتغل بالليفر بالهيباتيتس وبالكبد، لازم على طول ناخذ البوستر دوز. مثل اي بالجامعات هلا كثير عم بيعطوا الفاكسينز او البوسترز، بيشوفوا التلقيح اذا اب تو ديت برجع بيعطوا البوستر دوز، اللي هو كل قد ايه وقت؟ عاده كل 5 سنين، كل بس منا عبره. عاده كمان متاكد من قد نسبه المناعه اذا كانت واطيه بنعطيها، اذا مش واطيه اذا وي كان ستيل جو وذاوت، انه وي كان فينا نقطع بدون ما نعطي البوستر دوز. هلا نحن اكيد بلبنان يعني بالثلاث سنين الاخيره الوضع تغير، اكيد في نزوح اكثر، في كثافه سكانيه اكثر، كمان الظروف المعيشيه ما عم بتكون يعني مناسبه كثير، في احتمال للتلوث واحتمال للممارسات اللي بينتقل فيها الفيروس، سواء علاقات جنسية، تبادل إبر مخدرات، أو
ابر للتاتو او غيرها. فشو الرساله الاساسيه للحمله؟ اول شيء لازم شو بدنا نقول للناس؟ اول شيء لازم يعرفوا عن الهيباتايتس بي وسي، طرق تنتقل ويتفادون. يعني اذا واحد بده يعمل علاقه او يحط وعي ذكري او اتليست يسال البارتنر تبعه اذا مطعم ولا عنده هيباتايتس، ما فيها شيء واحد يسال. اكيد الوعي الذكري هو الطريقه الوحيده ممكن واحد انه ما يلتقطها. هيباتايتس سي اكيد يا الدم، لازم يكون بمستشفى بيتعاطوا مع الدم بطريقه مضبوطه، يعني يكون في رقابه على بلاد بانك. طب هون مين بيراقب؟ يعني انا كمريضه رايحه على المستشفى بدي اعمل عمليه، هيدا اكيد ما راح اقدر اتابع فحصته الدم، شفته الدم اللي عم تنقله. هيدي اجباري، هيدي صارت رول. يعني مش معقول مستشفى تاخذ لايسنس بدون ما يكون عندها بروبر بلاد بانك، ومش اي مستشفى عندها بلاد بانك. في مستشفيات بيجيبوا دم من غير مستشفيات او من الصليب الاحمر. ما فيك تكون عندك انت مستشفى عندها بلاد بانك ما يكون في رقابه عليها، هي اجباري. وثاني شيء يكون كمان على الحملات اللي عم نعملها يكون واصلة للكل. فإذا صار في أي تعرض أو شيء يكون في ملاحقة، لأن صار عنا أدوية هالأيام كتير منيحة. العلاجات العلاجات المتوفرة هي فعاليتها للبي والسي ولا لاتنين سوا؟ البي صلنا فترة عنا علاجات حبوب، وعنا أكيد الأبر يعني هن بيس الانترفيرون، وفي الأبر بس بدون تاخدوا مدى الحياة أكترية الأمرار، وفي نوع الأبر ممكن تاخدوا لست أشهر أو سنة. وأكيد في متابعة بفحوصات الدم. السي كان عنا من فترة ما كان عنا غير الأبر ونوع من الحبوب. آخر خمس سنين صار في بنسميها شير اسمه ريفولوشن. يعني آخر ثلاث سنين صار في أدوية بتأدي تقريبا من 98 ل 100% نسبة كيور. شفاء؟ بس في شفاء، بس فيش كله له حقه. في دم الادويه اللي عم نحكي هلا نازلين جديد، بدي اسالك عنهم، في تغطيه لهم من وزاره الصحه من الضمان؟ التغطيه للهيباتايتس بي اللي عندنا اياهم اكيد مغطيين كلهم من الجهات الضامنه انكلودينج وزاره. هيباتايتس سي الادويه الموجوده عندنا اياهم الابر والحبوب كمان مغطيين من كل الجهات الضامنه. هلا جديد بعد يعني بتحكي علاج بين 80 ل 100 الف دولار. طب بتفرق اذا 80 ل 100 الف دولار خلال 3 اشهر؟ هو علاج 3 اشهر، قبل كنا نعطي على فتره سنه لسنه ونص، هلا صار علاج 3 اشهر وتقريبا اكثر من 90% هو كيور. يعني انا بالعكس انا مستعد بيع حي الله شيء بس اتعالج هيباتايتس. اتعالج طبعا لانه أكيد عنده مضاعفات. هيدي صارت مسؤوليه يعني بمصر، خلينا نقول بمصر نص حق الدواء صار هلا. عم بيكون في نسبه مصر عندهم اكثر من 30% عندهم هيباتايتس سي، دغري بسموه فيروس سي، عندك فيروس سي. طيب سؤالي، فاذا عم بينشغل على انه يكون في تغطيه لهالعلاجات، بتفرق اذا كشفنا المرض على بكير انه العلاج يعطي فعاليه اكثر؟ اكيد. كل الدراسات اللي انعملت على الادويه ان كان هي الابر او الحبوب عملت على الناس اللي هن بريسيروتكس اللي هن ما عندهم بعد تشمع. وفي دراسات هلا اكيد عم بتصير على الناس اللي عندهم تشمع اذا بتحد نسبه التشمع، بس اكيد ما بنحب نوصل للتشمع لانه بتصير شيء اسمه ريفرسبل، ما في رجوع. فاذا كل ما بلشنا بكير بناخذ نتيجه افضل. هي قصه الحمله والتوعيه لكل الامراض مش بس الهيباتايتس. طبعا طبعا اكيد، ولنحمي اكيد الكبد من التشمع وبالتالي من سرطان الكبد. شكرا دكتور سيسيليو على وجودك معنا. اكيد يعني من كل بد بدنا نحمي الكبد مثل ما شعار الحملة، ودايما نحكي عن الأمور بصراحة. إذا شكينا أنه في ممارسات عملناها وخفنا من انتقال عدوى نبلغ ونسأل أطباء مختصين لنبتدي بالعلاج أو نكشف عبكير وبالتالي نقدر نحمي حالنا. شكرا غادة. أهلا وسهلا فيك. مرسي. كمان مرة رح ناخد بريك، خليكم معنا لنتابع فقرة.